ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماي يعقوبي، how are you? This is your plan for this month, please focus with me. إن شاء الله in this month we will learn سورة العصر. Focus with my recitation. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Thank you my يعقوبي for your attention and see you soon إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.